Yes. And today we had meeting with his قدمت اليوم للبصرة للقاء سعادة السيد محافظ البصرة والتباحث بكيفية التعاون لمناقشة جملة من القضايا، وأولها كيفية تعزيز الاستجابة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين الأطر الناظمة للعمل مع مختلف الشركاء، مع رجال الدين، مع المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة لتعزيز جزئية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحكومة المحلية في محافظة البصرة لتخصيص الموارد، وأيضا لعمل الشراكات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تعزيز البرامج للنهوض بواقع الخدمات للناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. اتفقنا على مواضيع كثيرة، من عدها أنه تخصيص الأرض لبناء مدعوم من الصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة العنف ضد المرأة، وممكن أنه البناية الآن التي خصصت من قبل الحكومة المحلية وتأهيلها لهذا الغرض ودعم الشباب أيضا والنهوض بقطاع الشباب، ويكون تنسيق عالي ما بين الحكومة المحلية في محافظة البصرة والصندوق لإقامة مؤتمر ممكن أنه يجمع كافة شرائح بالمجتمع العراقي من كل العراق في أرض البصرة، باعتبار أنه البصرة اللي دائما أسميها أم العراق، لدعم هذه الشرائح والنهوض بثقافة مجتمع ممكن أن يكون راعي إلى فعاليات تدعم الاستقرار النفسي والمهني للشباب وللشرائح النساء. I'm both a cup of chocolate.